هروح تاني للادمنز. عندنا دنيا ودينا ومها ام العيال. هبتدي بمها. في ناس ساعات بتسيء استخدام الجروبات فبيتحول انه الجروب هو صحيح سلاح ذو حدين. الجانب السلبي بتاعه انه ممكن حد ياخد معركه شخصيه او معركه خاصه بيه على الجروب، اتنين مسكوا شعر بعض على الجروب، اتنين خبطوا في بعض. دايما لما بندخل في اي مكان، جامعه، مدرسه، شغل، في اي مكان بيتقال لنا هم تلات حاجات في العالم كله على فكره. مفيش كلام في السياسه، مفيش كلام في الدين، مفيش كلام في الجنس. وبالتالي الجروبات ساعات في ناس بتتجاوز وبتعدي خطوط حمراء. ايه الرولز اللي انتوا حاطينها علشان ده ما يحصلش، حفاظا على سمعه الجروب وعلى برضو الخصوصيه والناس اللي موجوده الممبرز؟ هو انا مش عندي جروب، انا دلوقتي عندي بلوج، يعني البلوج بتاعتي. تمام. والبلوج دي بقدم فيها اكتر دلوقتي حاجات برضو ليها علاقه بالرعايه، يعني فيديوهات. في برضو نفرق برضو حاجتين مهمه، رعايه الطفل غير تربيه. الرعايه اللي هو يغير، ياكل امتى، يرضع لحد شهر كام مناسب، ده دي اسمها رعايه الطفل. تمام. التربيه بقى اللي هي الحاجات السايكولوجي اللي هي ليها علاقه بعلم النفس، يعني ان هو دلوقتي مثلا بيسرق، بيعض، بيضرب، بيشد شعر مش عارفه مين، وهكذا. طيب قبل ما نكمل بقى معاكي، انا بس عايزه اخد بس اجابه السؤال يا هبه، انه ايه الرولز اللي بتتحط عشان ما حدش يتجاوز؟ طيب طالما انت بتقدمي فيديوهات فهي وان واي، فده مش موجود عندك. ممكن بقى دينا ودنيا ايه الرولز اللي بتحطوها؟ لا استني بقى، ناخد رولز دينا ودنيا بعد الفيديو نوري الناس اصلا بنتكلم على ايه. يعني كلهم شوف الفيديو ده، نرجع نكمل. ثلاث بدايل لكلمه لا. لو دايما بتقولي لا ومحدش بيسمع كلامك، جربي البدايل دي وهتجيب معاكي نتيجه افضل. اول بديل هو الالهاء، خاصه لو طفلك سنه صغير جدا ولسه مثلا متعلم المشي. لو عمال يخبط على التلفزيون او عمال يلحس الجزمه، حاولي انك تلهيه في اي حاجه تانية غير اللي هو بيعمله ده. قولي له تعالى نبص من الشباك او تعالى نلعب بالبلوكس، المهم انك تحاولي تبعديه عن الحاجه الخطر اللي هو بيعملها. البديل الثاني انك تديله اختيارين انت موافقه عليهم، يعني تقولي له للاسف مش هينفع تنزل بجزمه باباك، وممكن تلبس الجزمه دي او الكروكس ده، انت اختار. والبديل الثالث واتكلمنا عنه قبل كده، ان بدل ما اقول له ما تعملش كذا اقول له اعمل كذا، يعني بدل ما اقول له ما ترميش المكعبات اقول له المكعبات بنلعب بيها على الارض. كلنا فاكرين ان الاستكشاف كده، بس الحقيقه ان الاستكشاف كده. ده فار ده ولا ايه؟ فار؟ أمني البيت، جمدي أعصابك وسيبيهم يستكشفوا. طيب وعي دايما بصوا، كلام هنا في الجوانب وكلام هنا في الجوانب، في جروبات نتكلم عليها، في جروبات شفنا معاكم نبذه كده من شغل مها على البلوج بتاعها، وطبعا مها اصلا كمان عندك جروب فانت من الخبيرات في الموضوع. سؤال بقى ايمان، احنا عاوزين اجابه ليه كلنا بصراحه. انا هروح لدينا. ميني مام، ماشي، ايه الرولز اللي انت حطاها اللي ما بتقبلش او ما بتسمحش باي تجاوز ممكن ان هو ياثر على العضوات اللي موجودين على الجروب او يخل بسمعه الجروب؟ هو اول حاجه زي ما حضرتك قلتي سياسه ودين، لا ما ينفعش، لان احنا مش المكان بتاع السياسه، وفي نفس الوقت الحاجات الدينيه ليها مكانها، ليها ازهر او كنيسه. هل في محاذير ثانيه بتحطها؟ في بقى ان ما حدش يتكلم مع حد بطريقه مش، ما تنفعش يشتم حد او كده، وما ينفعش ان حد يسال اسئله طبيه. ليه؟ لان احنا مش دكاتره. فلما مثلا في امهات كتير تيجي انا عايزه دواء للكحه، طب ما الكحه دي عايزه دكتور. ايوه، ابني سخن. ففي مثلا جروبس لو هي عملت اكسبت مثلا لابنها سخن دي، ففي لبوس كده بيقعدوا يقولوا لها ادي للبيبي. اللبوس ده اصلا المفروض ان الدكتور يكتبه، لان هو ما بيتاخدش غير في حاجات معينه. طب نفترض واحده من الممبرز هي دكتوره متطوعه وقالت لها حبيبتي ادي له كذا كذا، على حسب، يعني مثلا لو هي مثلا واحده حامل، يعني مثلا في اسئله بتبقى بسيطه. لو واحده حامل مثلا قالت انا ايه الدواء اللي ينفع في البرد معايا، انا حامل والدكتور مش بيرد بقاله يومين مثلا، في دكاتره مش بترد. في دواء كلنا عارفينه فده بيتكتب، ده ممكن نعمل عليه اكسبت، ماشي. لكن مثلا تقول انا ابني بقاله يومين سخن وعايزه ادويه ليه، لا لازم مستشفى. زي في ما حالات ممكن نودي في داهيه بالظبط. المرجعيه الطبيه دايما لطبيب بالزبط. وعايزه اسالك ايه عيوب بقى الجروبات، يعني فعلا ايه السلبيات اللي بتحصل؟ بصي يا استاذه منى، انا في جروبات اجنبيه وفي جروبات مصريه. الجروبات الاجنبيه فيها دعم اكتر من الانتقاد،
يعني دايما هم داعمين للست بكل الاحوال. انت بيست مام، انت مش عارفه ايه، دايما بلاقي فيه كلمات تشجيعيه بوزيتيف انرجي. انت ازاي ام سايبه ابنك بيعمل مش عارفه ايه، انت ازاي ام بتخلي ابنك ياكل اي حاجه، حرام عليك، انت ازاي توديه حضانه، حرام. يعني هنا بلاقي انتقادات تانيب وضمير واللي هي زي ما بنقول بنعلي على بعض. انا ام احسن منك، انا ام احسن منك، انا ام احسن منك. وطبعا بيبقى فيه دعم، بس بلاقي كتير قوي فكره الانتقادات والتعليه على بعض ديت. هي دي اللي مش حلوه عندنا. انت سلمى خدتيني الحته حلوه جدا، وكان نفسي اسال فيها بصراحه. كنت هكلمكم عن سلبيات بقى الجروب. انا بشوف ان من اخطر، انا على فكره انا مشتركه في بعض الجروبات بالاجبار يعني قسريا، هي جروبات المدرسه بتاعت الاولاد، وانا اسفه جدا والفصل وكده، وهنا في فصل وهنا في فصل،